قبل أن تبدأ الحلقة اسمحوا لي بأن أعطي الكلمة لزميلي الأستاذ علي بكر مقرر هذه الحلقة ورئيس البرنامج دراسة الحركات الإسلامية في المركز ليتحدث. تفضل. أحد أهم أنماط أشكال العنف في مصر في الفترة الأخيرة، بل هي أنها تعد أهم أحد أسباب تصاعد العنف بشكل ملحوظ، العنف الذي أصبح يجتاح البلاد شرقا وغربا بصور متفاوتة. ذلك العنف الذي خرج عن العنف التقليدي للتنظيمات الإرهابية الذي عهدناه خلال العقود السابقة، سواء في فترة التسعينيات أو الثمانينات أو ما شابه ذلك. ذلك العنف الذي أصبح الآن يكاد يكون شبه يومي في الحالة المصرية بصورة متفاوتة، ما بين تفجيرات بعبوات بدائية الصنع، ما بين قتل، ما بين حرق، ما بين يعني ممارسات عنف ضد أفراد الشرطة، ضد المدنيين، ضد مرافق الدولة. الحالة التنظيمية للعنف العشوائي أصبحت تتسم بعدة سمات ميزتها عن العنف التنظيمي التقليدي، وهذا الذي دفعنا أن نطلق عليها اسم العنف العشوائي أو التنظيمات الإرهابية العشوائية. أول هذه السمات أن تلك التنظيمات تتمثل غالبا من عدد صغير من الأفراد. بعد هذه التنظيمات ربما أن يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وإحنا أحيانا نطلق عليها اسم تنظيم الضربة الواحدة، بمعنى مجموعة من الشباب ينفذون عمليا ما بصورة أو بأخرى ثم يسقطون سريعا في قبضة الأمن، وبعضها يمكن أن يتواصل إلى فترة يستطيع أن يقوم بأكثر من عملية. الأمر الآخر أن هذه التنظيمات ضعيفة الإمكانيات، ومع ذلك تمارس نشاطها من خلال المقومات الموجودة في البيئة، بعضها ربما يقوم بعمليات التفجير أو تصنيع القنابل من الأسمدة الزراعية وما شابه ذلك، يعتمدون على الأسلحة التقليدية الموجودة في المجتمع سواء أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية بسيطة. الأمر الآخر أن هذه التنظيمات أصبحت متعددة، ربما أن بعضهم يحاول أن يثير الذعر فقط لا غير، بعضهم يضع إحدى القنابل على شريط السكة الحديد، بعضهم يستطيع أن يضع قنبلة حتى دون أن تنفجر في مكان عام، وبالتالي أصبحت استراتيجية إثارة الذعر أو الرعب أحد أهداف التنظيمات العشوائية، بخلاف ما كانت تفعله التنظيمات التقليدية التي كانت دائما ما تستهدف بالقتل والتدمير المباشر وأهداف محددة، وكانت تستهدف قطاع محدد ورجال الشرطة تاريخيا. الأمر الآخر، التنظيمات العشوائية من الناحية الفكرية وجدنا أنها غير محددة الملامح الفكرية. تاريخيا كان لدينا الجماعة الإسلامية، تنظيم الجهاد وما شابه ذلك، يتبع الفكر الجهادي التقليدي. التنظيمات العشوائية غالبا يغلب عليها النهج السلفي المتحول، بمعنى معظم كانوا أفراد ينتمون إلى التيار السلفي بصورة أو بأخرى ثم تطرفوا ناحية الفكر الجهادي نتيجة للخطاب المتطرف الذي كان يلقى في منصة رابعة العدوية، في ميدان النهضة، أو الخطاب الذي كانت تلقيه جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من حركة حازمون وما شابه ذلك، ساهم في خلق نوع من التنظيمات غير محددة المحالم الفكرية، وبالتالي يصعب استقراء تحولها الفكري، وبالتالي يجعل أكثر صعوبة أن نتنبأ بما ستؤول إليه مستقبليا هذه التنظيمات. الأمر الآخر هو تحديد الأهداف. تاريخيا التنظيمات الجهادية معروفة أنها تستهدف الدولة المصرية متمثلة إما في رجال الشرطة أو متمثلة في القيادة السياسية أو حتى حاكم الدولة كما كانت تفعل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. الآن لدينا تنظيمات تستهدف المرافق الدولة، يعني تستهدف أبراج الكهرباء، السكك الحديدية، الميادين العامة، بطريقة خرجت عن العنف التقليدي المعروف للتنظيمات الجهادية أو الإرهابية التقليدية. الأمر الآخر هو استهداف المدنيين بصورة مباشرة. في الماضي كانت التنظيمات الإرهابية لا تستهدف في المدنيين إلا في إطار عملية أوسع، تستهدف من خلالها ربما رجال الشرطة، ربما رجال السياسة، ربما أحد الحكام أو ما شابه ذلك. تلك التحولات هي التي دفعت برنامج دراسات الحركات الإسلامية في المركز الإقليمي إلى إلقاء الضوء على هذه التنظيمات العشوائية. للإجابة على عدد من التساؤلات الهامة في هذا المجال تفضل طبعا بها أستاذنا الدكتور محمد مجاهد، ولخصها مثل يعني أهم تلك التنظيمات العشوائية، خريطة انتشارها، أهم صورها وأشكال العنف الذي تمارسه، وتداعيات ذلك على الدولة والمجتمع، إضافة إلى أهم السبل والمقترحات لمواجهة هذه التنظيمات. وهذا ما نتمنى أن تجيب هذه الحلقة سواء من الورقة الرئيسية المقدمة أو من السادة المعقبون أو من حضراتكم في أثناء المداخلات للإجابة على تلك التساؤلات. وشكرا جزيلا، وأنقل الكلمة لأستاذنا الدكتور محمد مجاهد.